الجارديانز هنلاقي فيه مادة فعالة اسمها الامباجليفلوزين، وبيجي بتركيزين 10 ميلي جرام و 25 ميلي جرام. الدواء ده من الأدوية اللي معتمدة بشكل أساسي في علاج السكر من النوع الثاني. دوره إن هو بينزل سكر في البول، بيخلي الكلى تنزل سكر من اللي موجود في الدم، وبالتالي بتقل نسبة السكر عند مريض السكر من النوع الثاني. ده الاعتماد الأساسي بتاعه، ولكن مؤخرا في آخر كام سنة لقوا إن الدواء ده بيبقى ليه دور مهم قوي او بشكل كبير جدا، بيقلل من المضاعفات اللي ممكن تحصل على عضلة القلب عند مريض قصور عضلة القلب. فبدأ ان هم يجربوه مع الحالات، لقوا ان فيه تحسن بشكل كبير، وان المريض فرصة دخوله للمستشفيات بتقل. علشان كده تم اعتماده ان هو يتحط في الخطط العلاجية لعلاج مرضى قصور القلب، بالرغم من ان الدواء ده معتمد اصلا لعلاج السكر، ولكن تم اعتماده. ومش غريب جدا ان انت تلاقي الدواء ده محطوط في الخطط العلاجية لمرضى قصور عضلة القلب، بالرغم من ان هو مش مريض سكر نوع تاني.